لا. أما الفوائد التي ذكرها أهل العلم من هذا الحديث، فأولا ما ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري، فابن رجب له فتح الباري، وابن حجر العسقلاني أيضا له فتح الباري نفس الاسم. قال ابن رجب: وفي هذا دلالة على أن سادات أهل البيت، سادات أهل البيت، كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يطلبه غيرهم، فدل ذلك على كذب ما تزعمه الشيعة أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم. الجزء الأول صفحة 52 و200. إذن هنا إخواني ملاحظة مهمة، ملحظ عقائدي، وهو أنه كان هناك توافق بين الصحابة والقرابة، بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يزعمه بعض أهل البدع أنه كان بينهما مشاكسة ومنافرة ومقاتلة. وهذا الحديث دليل على ذلك، أنه كان بينهما مصاحبة وموافقة وطلب علم، وأيضا يرد عليهم في بدعتهم الأخرى في قولهم أن أهل البيت عندهم من العلم ما يستغنون به عن غيرهم. فبالتالي إخواني في الله، هذا والحمد لله فائدة استفدناها من الحافظ ابن رجب.